بنرحب بحضراتكم من جديد، وكالعاده بنبدا معاكم اولى فقرات صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها افتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمشروعات مجمع الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات في المنوفية. هذا المجمع بيستهدف تنمية الثروة الحيوانية من خلال التحسين الوراثي للسلالات المصرية، وبيضم مركز علمي ومستشفى بيطري ومبنى للولادة وآخر للتلقيح الصناعي، ده غير 6 مزارع فرعية ومراكز لتجهيز الأعلاف، أيضا مجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. امبارح كمان سيادة الرئيس اتكلم في مجموعة من الملفات المهمة، وقال إن الدولة بتعمل على إحلال رؤوس الماشية التقليدية برؤوس ماشية عالية الإنتاج، وإن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ليها دور كبير جدا في هذا المشروع. قال كمان إن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت في رفع معدلات نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية. وأنا هنا الكلمة اللي كنت عايز أقولها يعني راحت مني، بقول لكم هنا ما بقاش الموضوع استثمار. هنا الموضوع اللي بتكلم فيه مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومع الحكومة مش استثمار. ده بقى يا جماعة محافظة على حالة الاستقرار في البلد. هنا حالة ايه؟ استقرار. طبعا، لان المواطن لو الضغط زاد عليه هيعمل ايه؟ فانت وبرضه بقول ده للناس اللي بتسمعني، اوعوا تكونوا فاكرين انا بقول كده استقرار عشاني. لا والله، أنا بحلف بالله، ودي 10 أو 20 مرة أقولها، والله العظيم لما بتكلم على حالة رضا مجتمعي وحالة استقرار ما بستهدف منها حفظ نظام، حفظ الرئيس يعني، لا والله العظيم، والله العظيم أنا ربنا المطلع بقى إذا كنت بتكلم من جوه ولا أي حاجة. لا، أنا بتكلم على حياة 100 مليون. لو حصل أمر والناس ما بقتش راضيه، انت بتتكلم في 100 مليون هنضيعهم. فهنا لا تناموش. ما تقول يا دكتور مصطفى ما تناموش، منظمات المجتمع المدني تنام؟ مش دوركم حمايه الناس؟ لا، ده الموضوع اكبر من كده، لان الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت واستمرارها اللي ما نعرفش هينتهي قد ايه امتى، ما كانش نبقى احنا موجودين وحاسين بالناس ونخفف عنهم ما امكن. احنا هنبقى عملنا، لان الموضوع ضاغط، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني من الناس، واحنا ما فيش عندنا نقص في حاجه. وقبل ما انسى عايز اشكر كل المزارعين اللي وردوا القمح حتى الان. شكرا. بشكرهم وارجو ان احنا يعني نحييهم كلنا. الدكتور مصطفى بيقول لي يعني ما تقلقش على القمح، في معانا 6 شهور. انا بشكر كده، لكن بشكر ايضا وبقول لا، لو في فرصه ان مزيد من التوزيع من التسليم للقمح، بدل ما يبقوا 6 لغايه دلوقتي 6 يبقوا 9 يبقوا 10. خلونا ما نعرفش الدنيا يعني راحه فين، والموضوع اللي احنا فيه ده هيستمر قد ايه. وخلي بالكم فضل كبير من ربنا، فضل كبير من ربنا ان احنا أزمتين كبار، سواء الكورونا أو الأزمة ديت، كان ليها تأثير كبير جدا جدا على العالم كله، وإحنا جزء منه، وإحنا لسه ما عظمنا ما نشفش. يعني إيه عظمنا ما نشفش؟ عظمنا ينشف لما تلاقوا دخلي $1 تريليون في السنة. لما تلاقوا دخلي $1 تريليون حاسبوني، غير كده لسه بدري. كلنا نحلم ونجري على حلمنا ده. كم؟ $1 تريليون. انا بنام واحلم بالايه؟ تريليون. امال ايه؟ و10 تريليون، وليس ذلك ببعيد على الله سبحانه وتعالى، اللي في كل وقت وفي كل هون ربنا وحده اللي يعلم. بقول له يا رب يعني لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء العظيم، إن في كل الظروف اللي احنا فيها دي والدنيا ماشية والخير موجود وأقدر أقول البركة موجودة. ما عندناش مشكلة في حاجة، عشان بس الناس ما تفتكرش إني بتكلم على الأزمة إن في حاجة، لا، احنا الحاجة موجودة وبزيادة وهيبقى بزيادة. طب ليه؟ عشان دي مصر، مش عشان احنا موجودين، لا لا لا، عشان دي مصر، وعشان هو ربنا، وهو بيعطف علينا وبيكرمنا وبيرضينا وحيرضينا، وهو قادر على ذلك. شكرا جزيلا، شكرا. في نفس السياق أيضا تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأثير الأزمة الأوكرانية، وقال سيادته أن الدولة المصرية قامت بإجراءات استباقية لمواجهة الأزمة، ولو كان الإنتاج الحيواني ينمو بنفس المعدل الحالي كان ممكن نحافظ على الأسعار، لكن كان في متغيرات تانية زي أسعار الأعلاف اللي بنستورد منها جزء كبير، بالتالي يجب زراعة واستصلاح أراضي للسيطرة على تكلفة الإنتاج. هو الكلام ملخصه إيه؟ الأزمة الأوكرانية يمكن بقى لها مش مده كبيره قوي، لو قلنا حتى بدات في مع يناير فبراير مارس يعني 6 شهور، لكن الاجراءات اللي اتعملت هنا اللي الدوله عملتها خلال ال7 سنين اللي فاتوا، مع النمو السكاني اللي موجود، مع التطور اللي حصل في الاسعار بصفه عامه في العالم كله، هتجدوا ان ما هو الطلب لما نتكلم في 7-8 سنين زاد فيهم 15 مليون، مش كده؟ 15 مليون، فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الانتاج الحيواني الوطني يعني اللي جوه الدوله بينمو بنفس بهذا المعدل، كنا ممكن نحافظ على الاسعار، لكن في متغيرات اخرى زي موضوع الاعلاف واسعارها. احنا ما بنطلعش انتاجنا للاعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج، وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدوله ومع نفسنا، ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطره على تكلفه الانتاج. وبقول تاني لما اتكلمنا من 3 سنين، مش 3 سنين، في موضوع البتلو، وقلنا لا نزود ونزود ونزود، احنا ما كناش شايفين ان اللي هيحصل ده هيحصل، لكن كنا شايفين ان احنا طالما ان عندنا فرصه ان احنا نزود نمونا في الانتاج، اي انتاج بقى بصراحه، يعني مش هتكلم على دواجن ولا لحوم، اي فرصه ان احنا نزود بيها سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي او حتى لصالح ان احنا يبقى في فرصه ان احنا يعني نصدر حاجه، لا باس. كمان الرئيس قال ان الدوله قررت تاجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، وده تخفيفا على المواطنين جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. وقال سيادة الرئيس نصا: بنحاول بقدر الإمكان نخفف فاتورة الأعباء على الناس ما يمكن. المفروض إن الأسعار في مصر تبقى أكتر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة يعني. وهديكم مثال، هو النهاردة الدول الأوروبية والغربية، ودي كانت لا ما كانتش كان من ضمن معايير الاتحاد الاوروبي ان ابدا معدل التضخم لا يزيد عن 2%، مش كده؟ ودي ثوابت عندهم سنين طويله، يقعدوا كده بال10 وال15 سنه بكل المتغيرات الدوليه. النهارده لما يبقى في بعض الدول 5، وفي بعض الدول 9، وبعض الدول 11، انا بتكلم على دول غنيه وعندها انظمه مستقره، انظمه يعني اداريه وسلاسل غذاء وتسعير وحوكمه، ده كل ده، ومش كده وبس، وما عندهاش عامل مهم جدا جدا موجود عندنا، هو عامل النمو السكاني. في دول بقى لها 40 سنه عدد سكانها ما زادش، وبالتالي ده عامل مهم نحطه في الاعتبار. لكن بالرغم من كده هم حصل عندهم نتيجه الحرب التضخم او زياده في الاسعار. طب احنا لو عايز اقول لكم على حاجه، لو كان تكلفه الطاقه في مصر اتعاملنا بيه طبقا للاسعار العالميه دلوقتي، انا اتصور ان كانت حصل قفزه كبيره جدا في التكلفه. بمعنى ايه؟ انت النهارده اللي بينقل منتجاته من داخل مصر ما زال بيدفع تكلفة وقود 50%، مش كده؟ أقل من 50% يا دكتور مصطفى عشان ما يزعلش. يعني النهارده لتر البنزين ب 2 دولار، 40 جنيه، 40 جنيه. لو أنا عملت ده، وأنا بقوله دلوقتي للمصريين ليه؟ مش عشان يقدروه، ولكن عشان يعرفوا ان الواقع اللي موجود عندنا ده واقع، ده اقصى حاجه ممكن نعملها لضبط والسيطره على الاسعار. في حاجات تانية ممكن نعملها عشان يعني التجار يعني لا يستغلوا الفرصه وينتهزوها ويغلوا. ممكن ضبط الاسواق، ممكن زياده المطروح، ممكن. لكن انا عايز اقول طبقا للي حصل في العالم النهارده، احنا بنتكلم على برميل البترول $120. طب لو بقى 150، يعني انا بكلمكم كده عشان بقول لكم كل حاجه. لكن احنا حريصين على ان احنا نخلي اسعار الوقود واسعار الطاقه. انا هقول لكم على حاجه، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه، طبقا دي ثالث مره، مش كده؟ ثالث مره نأجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس مع الوضع في الاعتبار. انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده؟ ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقه بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقه. انا مش بقول كده ان الدوله يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان بلدنا توقفت 50 سنه، في الفتره دي البلد كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. عشان كده مش هينفع معدلات العمل تبقى متسارعه، بس لازم يكون في قفزات عشان احنا اتاخرنا كتير. تصوروا ان احنا كنا هم بره بيعملوا ايه بقى؟ الموضوع على طول، يعني الطاقه زادت الحاجه تزيد، وبعدين دي تسمع بقى في كل ال يعني المنتجات ووسائل النقل، فتغلى الحاجه، فيبقى الناس تحس ان في تضخم كبير. احنا هنا ما عملناش ده، ولو ما كانش يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا خلال السنين اللي فاتت في اجراءات كتير عملناها، زي موضوع زي ما قلت كده ال10 مليار بتوع البترول. صدقوني كان ثمن المنتجات بقى اكتر من كده بكتير، صدقوني. طب ممكن نعمل اكتر من كده؟ ايوه، عشان بس ايه اكتر من كده بكتير. ايوه، واقول تاني، المليون راس ثمنهم 50 مليار جنيه. المليون راس ثمنهم كام؟ انا بتكلم كلام نظري، ممكن معالي الوزير يقول لي ده كلام السوق العالمي مش موجود فيه، صحيح، بس انت مش هتعمله في سنه ولا اتنين ولا تلاته حتى. شوفوا، في بلدنا توقفت، وانا ما بقولش كده يعني قدح في اي حد، والله العظيم توقفت 50 سنه ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فانت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعه، لازم تبقى قافزه، تجري وتنط، هو كده. لان طب هنمشي بالراحه، مش هينفع، لان احنا بالفعل متاخرين، كتير، بعد انتهاء الافتتاح سيادة الرئيس أجرى لقاء مع الصحفيين والإعلاميين واتكلم في عدد من الملفات والموضوعات. من ضمن هذه الملفات هو ملف الحوار الوطني، وقال سيادة الرئيس أن الحوار الوطني مهم عشان احنا كلنا هنسمع بعض ويبقى في أرضية مشتركة نتكلم مع بعض وكل واحد يقول اللي هو عايزه، المهم في الآخر نتفق على حاجة واحدة وهي أن نحافظ على هذه البلد. هتكلم على 30 يوم وأنا قلت الكلام ده واحنا ما عشناش وما زايدناش على انها ثوره لم تحدث في التاريخ، ولم يتحرك شعب في العالم كله بالاحجام دي لتغيير واقع في مصر، ولا في المنطقه ولا في العالم. انا بتكلم على مليون، وانا كنت مسؤول في الوقت دوت، وكنت برصد ده وطلعت قرارات تصور في كل ميادين مصر، مش القاهره واسكندريه، كل حته ده موضوع كاشف للفكرة، كاشف لايه؟ للفكره. يعني الناس اللي المفروض ان هي بتعتنق الفكره دي تقول هو اللي حصل ده ازاي ربنا سمح بيه؟ ازاي يتحرك 30 مليون بني ادم؟ وبالمناسبه هو يتحركوا مره ولا مرتين؟ مرة لغاية 30 و6. التاني ده كان تحدي من جانبي للناس، مش بتحدى بالناس في مصر وفهمهم للعالم كله عشان يشوف اللي مش عايز يشوف. يقول لك لا ده تغيير بالقوة، لا 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 ده ناس، ده ملايين المصريين خرجوا. فده رؤيتي ليها. اللي حدث في 30 يونيو ده غير مسبوق، ده أمر لازم الناس كلها تتوقف. أصحاب الأفكار وأصحاب العقائد وأصحاب إيه ده؟ إيه الناس اللي ليه خرجت كده؟ هي قلوب الناس دي مش في يد بين يد الله ولا إيه؟ مش بيقولوا القلوب بين إصبعين من إصابع الله؟ طب إزاي بقى ربنا يحرك ال 30 مليون دول؟ نرجع تاني لموضوع الحوار. فأنا عشان أبقى رديت عليك على السؤال يعني وسمعتكم، إحنا أطلقناها وقلنا مش هنسيطر عليه عشان ما حدش يقول إن إحنا بنواجهه. لا، عشان ياخد فرصته ونشوف كلنا ونبقى مستعدين كلنا ان احنا نسمع بعضنا، ان احنا يبقى في ارضيه مشتركه تجمعنا، نتكلم بقى مره مع بعض وتنقد وتقول اللي انت عايزه وانا ارد عليك. وحتى لو انت كان ردي موضوعي ومقنع ومش قابله، انا قابل انك انت ما تقبلوش. ليه؟ لان احنا لا يمكن ابدا هنجتمع على راي واحد. ده مش طبيعي. يعني ان احنا نجتمع لما نجتمع على حاجه واحده، ان البلد دي ايه؟ نحافظ عليها. لسه مستمرين مع حضراتكم في استعراض أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، منها طبعا قيام دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بلقاء مهم مع عدد من الخبراء للنقاش حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورئيس الوزراء أنه هذه الوثيقة أو وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسي للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة، وهدفها الأساسي هو تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة في الدولة. قال كمان أن الإعداد لهذه الوثيقة تم من حوالي 7 شهور. خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من حديث رئيس الوزراء ونرجع مرة تانية. موضوع إعادة الهيكلة، إن في بعض بمنتهى الأمانة، ويمكن ده يعني حضراتكم عدد من حضراتكم كنا يعني عارف إن هم يعني كانوا موجودين في مناصب حكومية مرموقة جدا في الدولة المصرية في مرحلة ما. حجم تواجد الدولة في عدد كبير من الشركات اللي أنشئت على مدار عقود كثيرة، أحيانا بنلاقي بعض هذه الكيانات يعني بتتداخل وبتكرر عملها مع بعضها، وبالتالي لو أنا عايز أعمل إعادة هيكلة حقيقية من الوارد جدا إن هيحصل نوع من الاندماج ما بين بعض هذه الكيانات مع بعضها، وبعد ما نعمل الاندماج يبقى في نوع من البيع أو الطرح علشان يبقى أنا بستفيد من القيمة الحقيقية لهذا الموضوع. ويمكن موضوع إعادة الهيكلة، وأنا حدي دايما يعني مثل يعني وشركات اللي بيسري عليها قانون قطاع الأعمال العام، سواء اللي تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أو عدد من الوزارات الأخرى، لأن الوزارات اللي هي قانون 203 عدد كبير من الشركات موجودة وتابعة لوزارات كثيرة. هنلاقي نفسنا إن النهاردة تواجد الدولة يعني حجم كبير، ويمكن وزارة قطاع الأعمال كانت من أحد الوزارات اللي بدأت في عملية إعادة هيكلة ودمج عدد كبير من الشركات مع بعضها البعض. لكن الأهم إن أصولنا كدولة مصرية، ودي نقطة مهمة جدا لازم حضراتكم تبقوا عارفين، ما كانش عندنا حصر كامل ودقيق لكل أصول الدولة وتواجدها في كل يعني الشركات اللي موجودة، وده اللي اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت بقوة شديدة وفي صمت، ان احنا نقيم او نحصر أصول الدولة، وده شيء كان مهم جدا. ولكن الأهم حاليا والتحدي هو التقييم الصحيح والدقيق لهذه الأصول، لأن برضه هقول تعبير الاقتصاديين هيعرفوا التعبير ده أكتر مني. عدد كبير من هذه الأصول مقيم دفتريا، يعني مجرد رقم كده محطوط، لأن الدولة في مراحل ما على مدار فترات كبيرة ما كانش عندها التوجه لطرح هذه الأصول بصورة حقيقية في الأسواق أو لمشاركة مع القطاع الخاص، فبالتالي ما كانش هناك تقييم واقعي لقيمة هذه الأصول حقيقة هي قيمتها كام. فالنهاردة إن إحنا بنعمل جهد لعملية إعادة هيكلة ودمج وتقييم حقيقي للأصول، ده جهد مهم جدا الدولة المصرية النهاردة بتشتغل عليه وهتفضل تشتغل عليه الفترة الجاية، عشان نبقى عارفين قيمة حقيقية لأصولنا قد إيه. لأن تجربة إنشاء الصناديق السيادية ووضع فيها الأصول بتاعت الدولة هي علمتنا هذا الشكل، وهو ده اللي بيحصل. فده جزء آخر من المهمة الكبيرة اللي الدولة المصرية مطلعة بيها ولازم تشتغل عليها بسرعة في خلال الفترة الجاية، هو التقييم الحقيقي لأصولها علشان نبقى عارفين مقدرين هذه الأصول، عشان لما نطرحها للشراكة مع القطاع الخاص أو حتى سواء بإن احنا بندخلها البورصة أو أيا كان نبقى عارفين قيمتها الحقيقية إيه. فبالتالي هناك ثلاث أبعاد رئيسية هيتم مراعاتها حتى في عملية التخارج. البعد الاولاني ان التخارج ما يحصلش في يوم وليله، طبيعي لازم هيحصل بصوره تدريجيه. احنا حاطين من ناحيتنا مقترح، وده كان ديبيت ونقاش وجدل مع الخبراء. بعضهم قال احنا كنا عايزين نعمله اجريسيف، انا اسف اقول بصوره يعني بسرعه، 3 سنين. بعض الخبراء قالوا لا، انتوا ممكن الموضوع ياخد منكم وقت اطول. فده جزء من خبراتكم الكبيره معانا، تقولوا لنا بالواقع ايه القطاعات اللي ممكن فعلا يحصل فيها تخارج بصوره سريعه، ووارد ان بعضها ممكن تقولوا لنا لا خدوا بالكم ده هياخد وقت اطول، ولازم تقولوا لنا رايكم في هذا الموضوع. الجزء الثاني مراعاه الابعاد الاستراتيجيه والامنيه لبعض الانشطه الاقتصاديه، ان احيانا هناك بعض الانشطه الدوله لازم بصوره او باخرى تبقى متواجده ولو حتى جزئيا. الجزء الثالث لابد ان احنا حتى لو هنتكلم في تخارج، وحضراتكم عارفين تبعات هذا الموضوع، لو حتى تخارج فرضا ببيع وتصفية، هناك أبعاد لازم نبقى واخدينها في اعتبارنا، العمالة والإيرادات اللي بتبقى كانت موجودة في الدولة، إزاي إن إحنا نتعامل مع هذه الحاجات. كل دي معطيات لازم نبقى واخدين بالنا وإحنا بنحط الخطة بتاعتنا للفترة الجاية. إحنا المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في هذه الوثيقة زي ما قلت لحضراتكم، إحنا استرشدنا بالمعايير والمبادئ اللي طالعة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللي هي وضعت التمبلت لهذه الوثيقة لكل الدول واشتغلنا عليها. الحياد التنافسي هتلاقوه جزء مهم جدا في الوثيقة، اللي إحنا بنقول هدفنا تنافس متكافئ وأطر تنظيمية بدون أي تمييز. مش عايزين ندي تمييز لأي جهة عن جهة أخرى، وبالتالي رؤيتنا الواضحة تفعيل استراتيجية حماية المنافسة، مراجعة وتقييم كافة الإجراءات لضمان وجود الحياد التنافسي، وتعزيز دور وفعالية جهاز حماية المنافسة، وإقرار التعديلات القانونية اللي احنا شايفينها عشان ندي دور أكبر لجهاز حماية المنافسة في خلال الفترة القادمة. أضاف رئيس الوزراء أن هذه الوثيقة، وثيقة سياسة ملكية الدولة، هتكون بمثابة دستور اقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة اللي جاية، عشان كده الدولة حريصة على أنها تعرف رأي ومقترحات الخبراء في هذه الوثيقة، ويتم إطلاق منصة حوارية وورش عمل متخصصة وإطلاق تطبيق على الموبايل لتوسيع مشاركة الخبراء. إحنا طبعا الإطار التنفيذي لهذا الموضوع إن إحنا من خلال الوثيقة دي إن شاء الله لما حضراتكم معانا تراجعوها وتدوا لنا ملاحظاتكم وآرائكم وتوجهاتكم، هنبقى بنترجمها لإطار تنفيذي واضح ببرنامج زمني، ونبدأ بناء عليه يبقى عندنا تقييم مع بعض كلنا لمدى نجاح الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة، بحيث إن إحنا يبقى عندنا برنامج واضح. سيادة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية قال أنا عايز الحكومة تحط برنامج على لل4 سنين الجاية بإنها تسييل 40 مليار ما قيمته 40 مليار دولار من الأصول المملوكة للدولة. فالنهاردة الوثيقة دي مع وجود حضراتكم بالقطاعات اللي احنا مقترحينها جوه الوثيقة هتمكننا من ان احنا نحط البرنامج الزمني التفصيلي والدقيق، ايه هي القطاعات ونبدأ ازاي نقيم هذه الأصول عشان فعلا نبدأ نشتغل عليها في هذا الكلام. الحقيقة يمكن الحوار اللي احنا بنطلقه النهارده بوجود حضراتكم دي البدايه، ويمكن احنا كنا حريصين جدا ان احنا نختار حضراتكم كنموذج من صفوه الخبراء اللي موجودين في مصر. بالتاكيد في مجموعه اخرى يعني موجوده، وهنبقى حريصين ان يبقوا موجودين معانا في كل الجلسات الحواريه الاخرى، ولكن النهارده اللي احنا الحقيقه بنطلقه هذه الوثيقة بوجود طبعا ممثلين لمجلسي النواب والشيوخ، القطاع الخاص، المجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، كعينة ممثلة للي احنا شايفينهم واللي احنا كلنا بنستهدف ان هم يدلوا بدلوهم ورأيهم في هذه الوثيقة. الحقيقة احنا ازاي هنستعين بآراء الخبراء وازاي ان احنا هنحصل على آرائهم، هيبقى من خلال ان احنا بنطلق منصة حوارية، ويمكن النهارده ان شاء الله هندشن هذه المنصه، هيبقى في ورش عمل متخصصه بتضم الخبراء والمتخصصين، وهنعمل تطبيق أيضاً على الهاتف المحمول عشان عايزين نوسع بقدر الإمكان مشاركة المتخصصين والخبراء وحتى المواطن اللي ممكن يكون عنده اهتمام فيما يخص هذه المجالات إن شاء الله. المنصة الحوارية، وده يمكن الموقع بتاعها اللي هيبقى موجود، هنتيح جواها كل المنشورات والوثائق المرتبطة بهذه الوثيقة. طبعا هتبقى الوثيقة نفسها موجودة، ولكن أيضا كل الريفرنسز والوثائق الأخرى اللي احنا أصدرناها هتبقى موجودة فيها. حتى هيبقى من خلال هذه المنصة هنعمل ورش وحوارات إلكترونية غير الحوارات اللي هتبقى بحضور الأشخاص فعليا، ولكن كمان هيبقى في نوع من الورش والحوارات الإلكترونية في غرف نقاشية هتبقى موجودة، وهيبقى من خلالها بنعرف آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين في هذه المجالات. ودي يمكن نموذج اللي هيبقى ازاي الغرف النقاش الإلكترونية اللي هتبقى موجودة. وزي ما بقول لحضراتكم هتلاقوا محمل على هذه المنصة كل الوثائق اللي مرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة. هنعمل طبعا عدد كبير من ورش العمل على مدار الشهرين القادمين هتضم كل الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وطبعا هنعلن عن أماكن ومواعيد ورش العمل دي، بحيث يمكن احنا هنبقى مركزين شوية على بعض هذه الورش هتبقى ورش تخصصية للقطاعات اللي احنا بنتكلم عليها بالتحديد، بحيث ان كل الخبراء اللي معنيين بهذه القطاعات هم اللي يبقوا موجودين ويقولوا لنا رأيهم ونتحرك ازاي في هذا الموضوع ان شاء الله. هنطلق زي ما قلت لحضراتكم تطبيق على الهاتف المحمول لهذا الموضوع، وهيبقى موجود بالمنصات سواء بتطبيق اندرويد او يعني ابل، بحيث ان فعلا الناس تقدر انها تدخل وتشارك معانا من خلال هذا الموضوع ان شاء الله. الحقيقه هدفنا، ويمكن انا هدفي من هذا اللقاء، ان حضراتكم تساعدونا. هذه الوثيقه انا بعتبرها بالرغم ان احنا قعدنا فيها 7 شهور هي مسوده اللي احنا بنطرحها على حضراتكم، وهدفنا من الحوار ان هناك توافق بشأن ايه الانشطه اللي هيتم التخرج منها، وزي ما قلت المدد الزمنيه المناسبه للتخرج. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لجوله المحافظات ومجموعه من الاخبار المهمه اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها اجراء 832 عمليه جراحيه ضمن مبادره القضاء على قوائم الانتظار في البحيره، ايضا تنفيذ 9213 مشروع تنموي بقرى ورجوع الاقصر، وايضا افتتاح معرض الطاقه الخضراء، واخبار تانية كتير من بورسعيد والغربيه ودمياط. محافظات مصر امبارح حصل فيها أخبار كتيرة. اللواء هشام أمين محافظ البحيرة استعرض الجهود اللي قامت بها مديرية الصحة بالمحافظة خلال شهر مايو اللي فات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، واللي أسفرت عن إجراء 832 عملية جراحية. في الأقصر أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إقامة 9213 مشروع تنموي عبارة عن 3820 رأس ماشية و5253 قرض حسن و140 كشك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى ونجوع محافظة الأقصر. الهدف من توزيع المشاريع دي الانتقال بالشرائح المحتاجة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء. امبارح قرر محافظ بورسعيد وضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة الصرف الصحي بأحياء الضواحي والزهور من خلال تطوير وإنشاء محطة صرف صحي الضواحي وفق أحدث الأنظمة في هذا المجال، وقال إن المحطة الجديدة هتعمل بطاقة إنتاجية 40,000 متر مكعب يومياً وهتخدم 220,000 نسمة بتكلفة 150 مليون جنيه. في الغربية أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة عن بدء مبادرة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا. المبادرة هتستمر لحد يوم 1 يوليو، وبتستهدف تطعيم أكثر من 832 ألف مواطن من عمر 12 سنة فما فوق. في الشرقية قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حقك تنظمي في يومها الأول قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 11,000 سيدة بالمحافظة من خلال متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والبطنة والأطفال. امبارح استعرضت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استعدادات إطلاق فعاليات صيف بلدنا في راس البر ودمياط الجديدة بداية من 21 يوليو ولحد نهاية أغسطس. الفعاليات هتشمل عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وده علشان تحقيق التنوع الثقافي وتعريف الجمهور بالفنون والثقافات المختلفة. في جامعة أسيوط تم افتتاح معرض الطاقة الخضراء أو جرين انرجي اللي بتنظمه كلية الزراعة بالتعاون مع مجموعة من الشركات المهتمة بالطاقة الخضراء وبالمشاركة مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. المعرض بيستهدف تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر وتعظيم إمدادات الطاقة لدعم التنمية القومية.